السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلام. باش نعملوا الرد الثاني إلى السيد عصام عمر حول مسألة واضربهن اللي موجودة في القرآن. قبل كل شيء أوجه التحية والسلام إلى السيد عصام عمر وإلى كل المتابعين لهذا الحوار. كما حبيت نقول حاجة سي عصام، إن هذه المرة مش نعمل فيديو يعني مسترسل بدون وضع المقاطع متاعك، لأن ذلك يطول في الفيديو ويخلي ياسر ناس يتعبوا في المتابعة والتسلسل في الحوار. إذن أنت أكيد تعرف شنو قلت، والمتابعين يعرفوا شنو قلت أنت وشنو قلت أنا، واللي ما هوش متابع ينجم يتابع الفيديوهات السابقة، وإلا يسألك أنت ولا يسألني أنا باش يعرف الروابط متاع الفيديوهات السابقة. هكاك يكون النقاش مسترسل وبدون انقطاع. هذه معناتها النقطة الأولى اللي حبيت نقولها لك. النقطة الثانية اللي حبيت نقولها لك، طبعا بعد إذنك حبيت نحط الفيديو متاعك على القناة متاعي يوتيوب، باش المشاهدين اللي يتبعوا فيا على اليوتيوب يعرفوا التسلسل متاع الفيديوهات. أما النقطة الثالثة اللي حبيت نقولها هي أحييك وأحيي نفسك الرياضية وقبولك للحوار وللنقاش. أنا عادة لا أناقش مع من هم ليس من المجال العلمي الديني والمطلعين على كل التفاصيل متاع الإسلام والقواعد متاعه. طبعا مش يعني نقلل من قيمتك، أنت بالفعل معناتها باذل مجهودك وتبحث، رغم اللي هو المجال مش مجال، وأنا معناتها نحييك وأحيي الجانب الإنساني فيك. تعرف المجال الديني هو مجال شاسع جدا وعنده قواعد وأنظمة جدا صعبة. يعني أنا مثلا وقت قريت الإسلام عند شيوخ كبار، يعني يحتاج لي وقت طويل باش نفهم السيستام، الطريقة كيفاش تفهم الأحكام وكيفاش تربط القرآن بالحديث وغيرها من الأمور. راهو ماهوش موضوع سهل باش تحكم عليه برايك أو بهواك وتعرف معناتها اللي يفسر القرآن أو يحاول باش يفهم الدين معناتها بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. يعني لازمك تحط هذه النقطة جدا قدام عينيك، لأن راهو علماء المسلمين اللي عداوا حياتهم كاملة عبر آلاف السنين وهما يدرسوا ويبحثوا ويكتبوا في هذا الموضوع. إذن راهو الدين الإسلامي ماهوش لعبة باش كل واحد يفسروا ويفهموا ويخرج الأفكار على حسب معناتها ما يتصور هو ويحب يفهم هو. لأن تعرف معناتها الإنسان يعني مش كيما الإنسان المطلع على المجال بجميع معناتها أطرافه، كيما الإنسان اللي يحكم على حديث أو على خبر أو على آية قرآنية بطريقة عفوية. معناتها أنا في الحقيقة رغم كل شيء نواصل الحوار معاك، لأن نعرف اللي عندك رغبة باش تفهم الدين الإسلامي وعندك القدرة باش تفهم الدين الإسلامي وتعرف معناتها الخبايا والزوايا متاعه الخفية. هذه معناتها نقطة جدا مهمة، ومعناتها ويسعدني أني معناتها أتبادل معاك الحوار هذا، يسعدني لأن في أغلب الأحيان أكثر اللي نناقش معاهم عندهم معرفة قليلة أو محدودة أو سطحية على الإسلام، يتحول إلى سب وإلى تكفير وإلى إهانات، وأنا في الحقيقة معناتها لا أخوض في هذا المجال، وأنت إنسانيتك تسمح لي باش نواصل الحوار معك. إذن شكرا
وتحياتي وتقديري ومعزتي. إذا سي عصام، أنا مانيش باش نرد عليك بالنقطة بالنقطة، على خاطر نحب نقعد في صلب الموضوع اللي هو واضربوها لنا. لكن نبدأ بالرد الأول حول وليد. أنا قلت لك في آخر فيديو أن وليد عمل إيغوني، تمثيلية، سخرية من عقلية أغلب المسلمين من جهة، ومن عقلية موجودة في الكتب الإسلامية الصفراء، ويروج لها كثير من علماء الدين. أما تلوم في وليد على خاطر غلط في حديث أو في آية قرآنية أو في معنتها كلمة قالها، هذا غير مهم، لأنه هو ما يؤمنش بهذا الشيء. وليد إنسان مثقف وإنسان إنساني، معنتها ونعرفه مليح، معنتها نعرفه أنا شخصيا، معنتها نعرفه. إذن هو هذا ما هوش مجاله أصلا، هو قام بعملية سخرية، حب يلفت الانتباه شنو هو يخمم المسلم بصفة عامة، وشنو هو موجود في هذه الكتب، وشنو هو يروج ليه أغلب العلماء. إذن ما تلوموش كي يغلط في حاجة ولا يقول حاجة، لأن الفيديو هو أصله يعني تمثيلية سخرية، وخاصة أنه عفوي، يعني يتكلم بطريقة عفوية. وانت تعرف واحد كيعمل فيديو ساعات يغلط في كلمة، يعني توقع هذية، يعني ما لازمناش نركزوا على ما يسمى الحاجات اللي ما عندهاش قيمة. نبقاو في صلب الموضوع اللي هو ضرب المرأة. انت رديت عليه وليد لأن الكلام اللي قاله مسك ومس ياسر من الناس، هذاك علاش هو عمل الفيديو. الهدف بتاع الفيديو قد تحقق، أما بقية التفاصيل غير مهمة، لأن وليد بعيد على ذلك المجال، وعنده ثقافة أخرى وفكر إنساني آخر وحاجة أخرى. المهم هذا موضوع وليد، يعني انتهينا منه، فهمت؟ يعني كان باش تلوم ولا باش تنقد، انقد العقلية اللي عند المسلمين، هذه نقطة، وانقد ما موجود في الكتب الصفراء، وانقد كل ميروج من علماء الدين اللي هما كثيرين لهذه الأفكار. وأنا أحييك أن قلت أن حتى ولو عالم دين قال هذا الكلام تقف ضده، هذا هو المطلوب. أما وليد مجرد معنتها كما نقوله عمل التيك فقط. ننتقل للنقطة اللي بعدها، هي مسألة أني ظلمتك وحكمت عليك. أولاً سي عصام، أنا من حقي أن أحكم عليك من خلال كلامك. الكلمة اللي قلتها أنت مست الكيان بتاعي، وأنا عبرت بكل عفوية وقلت رأيي. كما أنت الفيديو بتاع وليد ما غير ما تعرفه أصلاً حكمت عليه، طبعاً من حقي أن أحكم ومن حقك أن تحكم، هذا ما فيه حتى مشكلة، لأن احنا نحكم بالمظاهر. ولكن من بعد يأتي التفسير. انا فسرت لك على وليد ان اللي قاله الكل ما يؤمنش به. اذا انت ارجو انك فهمت ان اللوم ليس لوليد، وانت فسرت لي انك قلت الكلمة هذيك لان نساء طلبوا منك هذاك، وانك ما عندك حتى نية أو تفكير بتلك الطريقة. وأنا طبعا أحترم الرد متاعك ونقدرك ونعزك ونبدل الحكم متاعي. علاش أنا قلت لك هكاك؟ باش نعرف ردك، باش نكون الحكم متاعي صحيح. هذا اش حبيت نوصل له، وصلت له. هذه معناتها مسألة جدا مهمة. يعني تقول لي ما تحكمش على الآخر، لا نتكلمه، خلينا نعبره، خليني نقول رأيي فيك وتقول رأيك فيا، ونعطيك إجابة ونسمع بعضنا. على خطر كان باش نسكتوا ونخليه كل شيء معناتها في الداخل متاعنا، مش باش نعرفوا بعضنا. أنا نعرفك أكثر وانتي تعرفني أكثر، وانتي بحد ذاتك تعرف وليد أكثر،
اللي انا قلت لك عليه، خاطر انا نعرفه شخصيا. اذا ما فما حتى عيب الانسان يحكم. انا كلمه حسيتها، فهمت، حسيتها في الداخل متاعي. واي امراه صدقني معناتها انا من المتابعين متاعي يعني ياسر معناتها نساء اتصلوا بيا قالوا لي شي خلوذ هذا، شي يحكي هذا. اذا مساله معناتها انه تعمل فيديو ويشجعوك ومعناتها ويقولوا لك معناتها باهي وواصل، راهو ماهوش معيار انك تقول الحق. لان مثلا نضرب لك مثال، خضار يحكي مع خضاره حول الغلال والفواكه، كلهم باش يأيدوه، فهمت؟ علاش؟ على خاطر يعبر على احاسيسهم. انت متوجه الى ناس معينين يحبوا يسمعوا هذاك الكلام، يحبوا يسمعوا التبارير، يحبوا يسمعوا تأويل لآية الضرب، لأنها مقلقتهم كما قلت أنت، فهمت؟ إذا شيء طبيعي يأيدوك، فهمت؟ وشيء طبيعي يطلبوا منك تفسير أكثر. راهو الحكم عندما يكون عام، يعني عام الناس الكل متفق عليه، أما عندما تحكي لجهة معينة، لأطراف معينة اللي هم يحبوا يسمعوا هذاك الكلام، شيء طبيعي. معناتها بدليل ان الكلام متاعك اللي يسمعوه اللي يسمعوني انا يقولوا هذا يخلط. وكيف كيف كي يسمعوني انا، فهمت، معناتها اللي تبعوا فيك انت طبعا يقولوا هذا يخلط، بل ما ينجموش يسمعوني اصلا. فما اللي يتابعوا فيك، معناتها واحده قالت لك انا ما نجمتش نسمع 5 دقائق، معناتها باش يوريك العقليه نتاعهم. علاش؟ خاطر انا مانيش مسلم، لكن انا انسان، انا انسان قبل كل شيء. مانيش مسلم صحيح، لكن انا انسان. غير كلمه نقول انا مانيش مسلم، كل العقول، فهمت، نتاع المسلمين تتسكر كليا، ما عادش نجم يسمع. انت كي تقول مسلم فقط المسلمين يسمعوك، صحيح فما اللي يخالفوك ولكن يسمعوك. إذا هذه العقلية لازم تتنحى، وإنما أردت إجابة وأعطيتني إجابة، ونقدر الإجابة متاعك، أحترم الرد متاعك. نتعداو للمسألة الأخرى. يا سي عصام، أي دين إسلامي تتكلم عليه؟ هل الدين الإسلامي اللي عاشه محمد في الزمن متاعه، أم اللي عاشوه الصحابة، أم اللي عاشوه التابعين والتابعين، أو الإسلام الحداثي الذي يدعو إليه الحدثيين؟ لو تقصد بالإسلام اللي عاشه محمد، أنت ما تفتخرش به، والدليل أنك تنقل أقوال الحدثيين وتعطي تأويل آخر للإسلام، وتعترف وتقول أن الإسلام اللي عاشه محمد ما عادش يصلح لهذا الزمان، لأن الوضع تبدل، وانك تحتاج تأويل اخر وتفسير اخر. ما تقوليش اللي معناتها محمد عاش الاسلام اللي تدعو ليه. الاسلام اللي تدعو ليه انت محمد ما يعرفوش اصلا، ولا اصحابه يعرفوه اصلا. اذا انت تعترف، فهمت، يعني بعظمة لسانك ان الوقت اتغير، وان وضع المرأة اتغير، وإن ما لازمناش نعتمد على تفسير القدماء. هذا ماذا نسميه؟ وهو جيد، راه جيد الذي تفعل فيه واللي يفعل فيه الحدثيين. معناتها أنا شخصيا كملحد يعني نشجع في هذا الشيء، على الأقل يتم تطوير الإسلام القديم وأعطاء وجه آخر للإسلام، يعني إسلام يحترم المرأة، يحترم الإنسان، يحترم الآخر، ما يقسمش العالم إلى مسلم وكافر، وإنما يؤمن بالمبادئ الإنسانية، ويؤمن بالحوار، ويؤمن بالنقاش، ويؤمن بالتعرف على الآخر. لأن سبب مشاكلنا إحنا شنو هي؟ هو الانغلاق. راني انا وقت نحكي معاك مانيش باش نقنعك، ما حاجتيش باش نقنعك،
اما نحبك تفهمني، يعني تفهمني انا كيفاش نخمم، انا نعرف كيفاش تخمم خاطر انا كنت كيفك مسلم، فهمت؟ واللي تعمل فيه انت توا الكل انا عملته عندي 20 سنه التالي عملته، فهمت؟ وشكيت في الحديث ومن بعد شكيت في القران ومن بعد شكيت بشويه بشويه حتى لين وصلت الى ما وصلت اليه الان. اذا هذا هو هدف النقاش، فهمت؟ اما فيما يخص القران معناتها لم يهين المراه، نحب نقعد في اضربهن، ولكن كان تحب نناقشوا الايات الاخرى اللي تهين المراه نقعدوا نناقشوا مش مشكل، اما خلينا في واضربهن، فهمت؟ يعني لو تقرا القران تجد كثير من الايات تقول لي نعطيهم تاويل اخر حتى هما، هاي مثالش مثل مثلا الارث، فهمت؟ وتكلمت فيه انا الموضوع هذا، فهمت؟ مثل الشهاده باش تقول لي لا ونسى وكذا وكذا، اذا باش تعطيهم تاويل ما تنجمش تطبق الايات هذوك كيما هما. والايمان والتعامل مع النساء والولي وغيرها من الامور، وهذا في القران نجم نخرج لك انا عشرات الايات، ما تنجمش تقبلهم كيما هما، لازمك تعطيهم تاويل على حسب العصر كيما واضربوهن. اذا مش لازم نذكرهم الايات، ولكن خلينا نقعد في اضربوهن فقط. سي عصام، شكون يصحح الحديث، اصحاب العلم والاختصاص او اي انسان؟ طبعا انت بيدك قاعد تعمل في بحث حول صحة الحديث وتعود إلى أصحاب الاختصاص، هما اللي نجموا يقولوا لك شنو الحديث الصحيح وشنو اللي مش صحيح. إذن هذه مسألة واضحة، الحديث اللي قلتوا إن لا يكرمهن إلا كريم، رغم اللي أنا معناتها نكرمهم يعني ما غير حديث بصراحة، يعني فهمت؟ يعني أكرم المرأة من غير هذا الحديث، وهذا كريم مش أنا راه، هذا باش يكون في علمكم. هذا الحديث ضعيف وموضوع، والألباني بيدو حقق فيه وغيره. عكرمة مش معروف، فهمت؟ إبراهيم معروف بالكذب. ما نحبش ندخل في التفاصيل، نحبك تكون عادل. أنت تعمل في بحث حول الأحاديث الموضوعة، أكيد تعرف لي هذا الحديث موضوع، تعرف ما مشكلة في الحديث، مشكلة كبيرة جدا، وأنت معناتها أكيد قاعد تبحث في هذا الموضوع، أنهم ما يغزروش محتوى الحديث، يعني ما يتبعوش العقل، يتبعوا النقل، وتعرف اللي الوضع وقع حتى على أسماء الأشخاص. ولهذا فما علم النسب وعلم الرجال وعلم المحدثين وعشرين ألف علم باش تعرف الحديث شنية الدرجة متاعه وشنو هو ضعيف مش ضعيف، نجمو نستعملوه من نجموش نستعملوه، هل هو يصلح في الأحكام أو لا يصلح في الأحكام. أنا مانيش في ندخلك في التفاصيل هذه الكل، ولكن أرجوك كون صادق، هذا حديث موضوع، مش على خطر عجبك تقول انه صحيح وتستدل به، ما دام هو ضعيف بل موضوع، فهمت؟ ما عندكش الحق تستعمله. والألباني يقول لا يجوز الاستدلال به، الألباني اظن او ما نعرفش شكون يقول، متذكر يقول لا يجوز الاستدلال به، الا فما بعضهم يقول لك يمكن الاستدلال به معناتها لي ترقيع الإسلام وتحسين صورته، أما هو حديث ضعيف. نرجع لمحمد. محمد تقول لي كان يتعامل مليح مع المرأة، أنا مانيش عارف فين لقيت المعلومات بتاعك هذه. محمد اللي عرس أكثر من 11 امرأة، محمد اللي خذا عايشة وهي صغيرة وهو عمره 50 سنة، محمد اللي معناتها
شعمل الصافية اللي قتلها أخوها وولدها وزوجها وتخلى عليها وما احترمش إنسانيتها. محمد ومسألة ماريا القبطية عمتها في بيت حفص. محمد اللي شرع الزواج بأربع نساء، مش تقولي في العصر بتاعه يجوز وكذا وهو حدد وكان أكثر من أربعة، فهمت؟ هو لم يحترم المرأة ويعرف اللي المرأة ما تحبش تضر عليها، وذاك علاش تعدد الزوجات ممنوع في تونس، وكل مرأة تونسية حتى مسلمة ما تقبلش تعدد الزوجات. مش تقولي معناتها حتى يعدل وكذا وكذا، مش مشكلة، هو رخصة، رخصة للرجل أن يتزوج امرأة ثانية وثالثة ورابعة. أما الاعتراضات بتاع حفص وعيشة اللي قتلوا معناتها، قديش يسرع جبرائيل يعني في إرضاك، احترام المرأة. عيشة اللي ضربها ببونية من بين صدرها، يعني احترام للمرأة. القوانين الجائرة اللي موجودة في القرآن، قصص في القرآن، الحديث اللي تقطع صلاة المرأة والكلب، ها، أحاديث أخرى، المرأة مثل الدابة كلهم يركب بيت، كل يمكن أحاديث ضعيفة، أما ثم أحاديث صحيحة وتهين المرأة ومصححة. يعني المسألة كبيرة ياسر. أبسط شيء، زينب، زينب اللي طلقها من رجلها باش ياخذها، ها، ونزل فيها آية قرآنية، ولما قضى زيدا منها نحن تزوجناك إياها، والمشاكل نتاعهم مع النساء، والآيات نتاع التحريم على نفسه، فهمت؟ يعني راه موضوع كبير كان باش ندخلوا فيه، ما نشوفش نخرجوا يا سيدي الصالح. انا نديلك بالتاريخ وبالمصادر الصحيحه يا سيدي، نحيوا الموضوع الكل. اي احترام للمراه؟ محمد فين جاب احترام للمراه؟ هل المراه ما وصلت اليه اليوم جابوا محمد؟ جابوا محمد، ما جابوش محمد، وإنما جابوا العقل والتطور والعلم والوعي والإنسانية. المهم خلينا في أضربوهن أرجوك وما نبعدوش على الموضوع. أما حول أن الفقهاء عقلية زمانهم، أنا نحب نعرف هل الإسلام والقرآن جاء به محمد ولا جاء به رب محمد؟ هل الإسلام جاء لعصر محمد فقط أم جاء لكل زمان ومكان؟ حب نعرف يعني رأيك في هذا الموضوع، لأن لو تقول لي اللي عملوه لقدم محمد بيدو يقول أن أحسن زمان هو زماني والذي تلاني والذي تلاني والذي تلاني، يعني الناس بدأت تبعد على الإسلام اللي جاء به محمد. الكلام اللي تقول فيه ياسر خطير. علاش؟ على خاطر تعتبر اللي جاء به محمد هو محصور في زمان معين فقط، ليس في كل زمان. يعني رب محمد ما كانش يعرف اللي البشرية باش تتطور واللي المرأة باش تاخذ حقوقها. صدقني كان محمد كان جاي يعرف، راهو ما حطش هذيك القوانين، ولكن ما يعرفش، شيء طبيعي ما يعرفش. اذا سي عصام ماهوش مبرر، ماهوش مبرر. والاحاديث كما قلت لك مش اي انسان يصححها، ومش اللي يعجبك تصححها. الحديث اللي ذكرته لا يكرمهن الا كريم مضاعف من كل العلماء، علاش تعتمد عليه؟ حب نعرف، فهمت؟ علاش اعتمدت عليه؟
وانا متاكد اني اكيد تعرف ضعيف على خاطر عجبك كلام جميل. هنا انت هوني انظرت للمحتوى الحديث، وهذا ليس امر الفقهاء وعلم الفقه، لانهم يتبعون النقل لا المحتوى. وقلت انت كل حديث يهين المرأة اكيد ضعيف. لا يا سيدي، فما احاديث مصححة وصحيحة وثابتة ومتواترة ومتنها قوي وتهين المرأة. لكن كما قلت لك هذا مش موضوع، خلينا في اضربهن. اما حول امك يخليها لك، هي تكلمت بالإسلام التونسي متاعنا. شو معنى الإسلام التونسي؟ يعني الإسلام الإنساني، يعني الجانب الإنساني هو اللي طغى عليها، وهذا شيء جيد. فهمت؟ حتى أنت فيك هالجانب الإنساني هذا اللي يخليك معناتها تحكي، وأنت تحب معناتها تظهر وجه مشرق للإسلام، وأنا ما نعرضكش في هذا. ولكن نحب نقول لك، كي تقرأ القرآن وتلعن وتسب آيات قرآنية، وأنا عملت زوز فيديوهات حول السب والشتم في القرآن واللعن، اللعن أخطر من السب لأنها طرد من رحمة الله. وقت تقول تبت يدا أبي لهب وتب، دي هو الرب بيدو يسب. وإلا وقت يجي شبه اليهود بالخنازير، أو عندما يسخر من نهيق الحمار، أو الآخرين كلاب، بل يذهب أكثر من ذلك ويقول كالأنعام بل أضل سبيلا. أما اللعن يعني يقول لك ويلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون بأي حق. فهمت؟ تسب الآخرين وتلعن الآخرين وتكفر الآخرين وتقول كفر فلان، هذا في القرآن تقرأ فيه بتاعك. إذن هذاك كلام مقدس وفيه اللعن والسب والشتم، هو سب، سامحني هو سب. أما اللي قالته لك أمك هو عين العقل وعين الإنسانية، وهذا اللي خلاك أنت إنساني. وأنا نحيي أمك لأنها تحمل الإنسانية، الإنسانية اللي موجودة عندنا أحنا، اللي ما أثرش فيها معناتها الدين أو ما يسمى الأشياء السلبية اللي موجودة في الدين. أنا ما عندي حتى مشكلة إنه يكون إسلام إنساني، ككل الأديان تطورت وأصبحت إنسانية، حتى المسيح. فهمت؟ المسيح بحد ذاتهم يعني اتطوروا ياسر في المسائل وأنكروا ياسر حاجات، حتى معناتها وصلوا يقولوا إن الملحدين يمكن يدخلوا الجنة، رغم إن الملحدين قالوا ما حاش نشبه الجنة متاعه. إذن أخي عصام، كون صادق مع نفسك، حديث ضعيف ما عادش تستعمله، اتأكد من متن متاعه، وانت ما تنجمش تصحح الحديث، لازم تعود لأهل الاختصاص وأهل العلم. ننتقلوا للمرحلة اللي بعد. سي عصام، أما حول المسألة الأخيرة، في الحقيقة لم تكمل الفيديو إلى الآخر، يعني ذكرت حديث واحد، فهمت؟ ونقول حديث واحد يعني انت ذكرت 6 ولا 7 مصادر لحديث واحد، وحطها في علمك إن الحديث معناتها يحسب بعدة طرق. شفت الحديث مثلا، كي مثلا نقول قال فلان وقال فلان وقال فلان وقال فلان، هذايا نجم نسميه 4 أحاديث، ولكن المحتوى واحد، قد يختلف في المحتوى من حديث إلى حديث. فهمت؟ فنذكره في عدة كتب. إذن أنت ما عطيتناش 7 مصادر أو 6 مصادر أو 10 مصادر. حديث عمر
هو يعتبر حديث واحد، وهو حديث طويل. صحيح، أنا متفق معاك إن حديث صحيح، رغم اللي بعضهم قالوا غريب. في علم الحديث أكيد تعرف شنو معناها صحيح وغريب. أنا لم أعتمد على حديث واحد، لازم المشاهد يعرف، خاطر نعرف اللي المشاهد اللي يشوف الفيديوهات يعني يمكن يختار ويقول آه عصام جاب له 7 مصادر أو 6 مصادر. لا أيها المشاهد، أعرف اللي جاب لي مصدر واحد وهو حديث واحد، هو صحيح، حديث صحيح ولكن مصدر واحد. أنا عندما حكمت على المرأة في مكة والمدينة لم أعتمد على حديث واحد، بل اعتمدت على أحاديث السنة والشيعة وتاريخ السنة وتاريخ الشيعة والتاريخ بصفة عامة، رغم اللي المصادر خارج عند المصادر الإسلامية صعيب تلقاها إلا في الكتب الإسلامية الأولى كما الواقدي والكلبي وطبقات ابن سعد، يعني تلقى معلومات. أنا أتفق معك في حاجة، إن نساء المدينة كانوا أكثر جرأة في الحديث والكلام، وكانوا يمشيوا لمحمد ويسألوه، وكانوا أكثر ثقافة وأكثر وعي. متفق معك في المسألة هذه، يعني كي تناقش مع امرأة من أهل المدينة تغلبك في الكلام. علاش؟ على خاطر كما قلت لك يعني جيرانهم اليهود، واليهود عندهم معرفة وعندهم علم، بينما أهل مكة إنساء. فما طبقات، ولعلمك هوني إن في الجزيرة العربية كل قبيلة عندها القواعد متاعها في التعامل مع المرأة، وكل قبيلة فما كما نقولوا الطبقة العليا، متفق معاك، والطبقة الوسطى، وطبقة معناتها العبيد والناس اللي تحت، هذا متفق معاك. أنا كلمتك على مسألة الضرب، ليس الغلبة في النقاش، مسألة الضرب، رفع اليد. نضرب لك مثال آخر، معناتها المسألة معناتها ما نحبش ندخل لك في التفاصيل، خاطر أنا ذكرت لك بصفة عامة. على خاطر يا سي عصام، كان باش نجبد لك المصادر الكل التاريخية، الفيديو ما عادش باش تولي نص ساعة، باش تولي ساعات. هذاك علاش أنا أطلب منك أنت باش تبحث في كتب التاريخ، فما حاجات نساء المدينة متفوقين على نساء مكة، وفما حاجات نساء مكة متفوقين على نساء المدينة، كما مثلا نكاح الدبر. مثلا في مكة نكاح الدبر أمر عادي، بينما في المدينة نساء المدينة ما يحبوش نكاح الدبر، على خاطر اليهود يحرموا نكاح الدبر. إذن كل قبيلة عندها القوانين بتاعها. لو ترجع لتاريخ العرب قبل الإسلام تو تشوف معناتها الفوارق اللي موجودة. وإحنا هوني نحكيو على الضرب، الضرب هذه هي النقطة المهمة، فهمت؟ مانيش نحكيو على الحديث وعلى النقاش وعلى الثقافة وعلى حاجة، يعني هذا أمر طبيعي. الحاجة المهمة، مثلا نضرب لك مثال، في مكة كانت 3 آلهات نساء تتعبد، 3 آلهات أصنام اللات، فهمت؟ كانت تتعبد، يعني المرأة كان عندها قيمة، كانت تحب. ما عندنا ندخل في نقاش حول أهمية المرأة المكية وأهمية المرأة المدنية، ندخل معك في نقاش، ولكن خلينا في الضرب. جيب لي مصدر واحد، فهمت، يقول اللي ضرب عادي في مكة، فهمت، مصدر واحد جيب لي. لا، مش من عهد محمد، من قبل محمد، وقبل محمد ارجع للتاريخ،
المرأة كانت تقيم الحروب، ومن هناك ما قلت لك عائشة عملت حرب الجمل، وكانت معناتها المرأة تستشار في مكة، وكانت الكاهنات معناتها الرجال الكبار بتاع مكة يرجعوا لها. إذا ما تحصرش المسألة معناتها في حديث واحد وتحكم عليه، لازم تطلع على كل التاريخ الإسلامي حتى من مصادر المستشرقين، يعني لازم ترجع لكل المصادر وتقرأ باش تتكون عندك فكرة إن كان هناك تنوع في جزيرة العرب، كانت هناك حرية في جزيرة العرب، كانت الرايات الحمر في جزيرة العرب، حتى آمنة بيدها كانت حرة، أم محمد كانت حرة، معناتها الحرية كانت حتى في العبادات، كل واحد يعبد اللي يحب. كان صورة المسيح معناتها في حجر، معناتها مريم أمه على جدار الكعبة، معناتها فما حديث يقول لك وقتها محمد دخل المكة حط يده عليه قال هذا ما تمسوهش، من بعد يقولوا معناتها تنحى في معناتها وقتها دمرت الكعبة من طرف الحجاج ابن يوسف الثقفي عندما حاصر مكة. إذا أخي عصام، التاريخ لا يؤخذ بالعاطفة، والدين لا يمكن أن نحكم عليه بالهوى، لازمك تكون اختصاصك هذاك الشيء ومتعمق فيه، مش تاخذ اللي تحب عليه انت، مش هكاك الدين، ليس لعبة. لو كان انت تؤمن ان الدين الاسلامي هو مصدر الهي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، لازمك تكون محتاط، دي تلعب بالنار هوني. وبالنسبة للعلماء اللي معناتها قلت غلط وكذا وما قلت، هما اجتهدوا، انت تعرف في الإسلام كي تكون عالم وتغلط عندك أجر واحد، بينما كي تقول الحق عندك أجرين. أما كي تكون ماكش عارف بالدين وتتكلم فأنت مذنب، لأنه يجب أن يطلع عليه أصحاب الاختصاص واللي فيه معناتها فروع وعلم المنطق وعلم الرجال وعلم الأنساب، فهمت؟ ولغة القرآن بحد ذاتها، لغة القرآن هناك عربية خاصة بالقرآن وبكل ما يخص التشريع الإسلامي والقواعد متاعه من أجل فهم الأحكام الإسلامية. مش أي واحد يحك راسه ويجي يفتي في الدين، هما العلماء الكبار اللي يعرفوا الدين يبدأوا محتاطين ويبدأوا معناتها يبحثوا المسألة سنوات باش يخرجوا حكم. وانت توجه تقول هذوك ما يعرفوا شيء وجاهلين ويتكلموا على حسب عصرهم، ما يجيش هذا. المهم أنا مسألة المرأة معناتها في الجزيرة العربية، نستناك تكمل الفيديو باش نجاوبك على المسألة هذه، رغم اللي هذا موضوع يعني بعيد شوية على موضوع. خلينا في ضرب المرأة، من بعد تحب نحكيه على المرأة كيفاش كانت والحرية الدينية وقيمة المرأة في مكة. ما محمد قال لكم دينكم ولي ديني، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إيش بيه وقت تخلى المكة، فهمت؟ قال لهم لا، اللي ما يمنش بيا نقتلوا راسه، فهمت؟ يا ما تامن يا ما السيف. علاش ما نشرش ما خليش الحرية، ما هو توا متغلب وعنده القوة، علاش ما خليش الآخرين يعبدون كما يريدون؟ علاش يحط في أحكامه هو؟ علاش يفرض في وجهة نظره على المرأة على كل العرب؟ يوما كانوا متنوعين،
كل واحد عنده أحكامه ويطوره بطريقة طبيعية، بل أراد أن يفرض ذلك على جميع البشرية، وهذه المصيبة الكبرى. وجاءوا العلماء اللي بعد اللي كانوا قريبين عهد محمد وبالصحابة، كلهم ما يعرفوش، كلهم يعني جهال وما يعرفوش وغلطوا وحكموا على حسب عصرهم. ما يعرفوش اللي الدنيا باش تتطور، ولكن لأنهم أخذوا هذاك الشيء معناتها قادم من عند الله، إذا لا يمكن أن يتغير. إذا نستنى الفيديو متاعك الثاني، حاول واضربهن ونكملوا الحديث في هذا الموضوع، باش نكمل الرد عليك على الفيديو متاعك الثاني. المهم أشكرك وأحييك وألقي لك التحية وللمشاهدين متاعك طبعا، ومع فيديو قادم وبسلام. Thank you.